خلص انا رح دوق، بس هلا بس لنرجع بعد البريك بدي دوق. رجعنا والله. شيف؟ نعم. كثير قوي. انا هلا رح اسكب، بس رح نترك شوي المشاهدين تعرفوا بعد معك على كيف رح يكون ختام الاطباق. هنرجع نعيد الوصفات تبع اليوم من الاول، بس تحرك هيدي النتفه لانه ما حطيت لها الزومات مثل ما قلنا مع الرز. اوكي. لاحظنا انه عصرت كل المكونات عصرتهم، خلاصه الجزر والبصل صفيتهم اكشلي قصدي. نعم. بلشنا اول شيء بالبطاطا. يلا. قلنا بدنا نعملها مع الاعشاب اليوم. قطعنا البطاطا، نقعناها، غسلناها من النشا الموجود فيها، خلطنا الكريم مع صفار البيض، حطينا لهم جبنه، زدنا عليهم البهارات اللي هي الهيربز، بدنا نحطهم نحن الاعشاب. شفتك انا حطيت اعشاب و كثير طيبه وعطيت كثير من قلبك يعني. بتعطي شوي ريحه طيبه. الشخص اللي بيكون عم ياكل بيفتح نفسه اكثر على الاكل. وبعدين بتهضم الجسم، بتريح المعده الاعشاب كثير. ايه. هيدا اول واحد، جات البطاطا الجاهز. خلص. نعم. بلشنا بالباستا الثاني اللي كنا على اساس مبلشين فيها باول حلقه، بس سلمان رجعنا بما انه عم نعمل بايلا وعنده زياده بالقريدس وبالمول. جهزنا الباستا، سلقناها اكيد بمي، زدنا المي ملح، شويه زيت، بتعطيها حراره منيحه الملح، يعني بتعطيها حراره مضبوطه للسلق. المي بنضيف له زيت وملح لسلق الباستا. ايه، مشان ما يعجن مثل ما كنت عم تقول له. بنرجع بنغسلهم، بنضيف لهم شويه زيت، اذا حنستعملهم دغري ما في لزوم نبردهم، بنكون حضرنا الصوص. نحن الصوص اللي حضرناها استعملنا الفطر، قلينا الفطر، زدنا الزبده اول شيء، اذا بنزيد الزبده على مراحل مره او مرتين ورا بعضهم ما بتحترق الزبده اللي عندنا، بتضل الصوص لونه ابيض، يعني بنقلي اول شيء شوي الزبده مع الفطر، بنرجع نضيف شويه زبده وبنقلي الفطر، زدنا الكريم فريش، خلينا الكريم فريش تاخذ حراره وتبلش تغلي، اول ما تبلش تغلي الكريم فريش بنزيد الجبنه. ليش؟ بننطرها لتغلي، لانه اذا حطينا الجبنه قبل ما تغلي الكريم بشيل الجبنه بقلب الكريمه، تعطينا مثل عجينه صغيره. ايه. وقت الاكل بيشيلوا يدقونا، مش مستحبين يكونوا موجودين بالطبخه طبعا. فاذا نطرنا الكريم على غليت، زدنا عليها الكريم فريش، سوري، زدنا عليها الاجبان هن فور تشيز، انا استعملت اليوم ثلاثه بس. ايه. بارميزون وتشيدر وموزاريلا قلبناه هون. عشقه الصوص كلها بعض، زدنا لها الملح والبهار. اوكي. حطيناها فوق الباستا المحطوطين بالصواني، فرفطت معهم السلمون اللي شويناه بالفرن. اللي كنا نحن حاطين له زيت زيتون شوي، ملح وبهار. اكيد ما بيكون عندنا مثلج، بيكون فري عادي. اذا كان مثلج بدنا ننطره تيدوب للاخر للماكسيموم، لانه شويناه كان بعضه نف مثلج، ما بتطلع طعمته بالمره، مش طيبه بعد الشوي. ننطره ليكون حالل على الاخير، او بنجيبه دغري طازه وبنشويه، ملح وبهار. حطيت له كمان انا شويه الاعشاب، الروائح كثير طيبه بالمطبخ لما يكون عندنا روائح الاعشاب بالمطبخ. سالوني انا شو عم شم، سالوني. رجعنا فوطناهم شفينا السلمون، فرطناهم فاذا مع الباستا لحالهم بالصينيه. الصوص اللي قلنا عنه الكريم فريش مع الزبده والاجبان والملح والبهار حطيناها معهم، زدت عليهم ثمار البحر المستويين، انا اصلا كنت مجهزهم من قبل. رشيت رشه الجبنه، عندي شويه بازلا وجزر كمان من اكله البايلا، زدتهم انا على الباستا. ايه. فوطناهم شوي على الفرن، اعطيناهم لون. ايه، لحتى هيك بنفس الوقت كنت انا مجهز طبخه بايلا تاخذ وقتها بالفرن. رجعنا ركبنا وحده ثانيه قدام المشاهدين. بهيدي الطبخه هون مثل ما بلشنا انا وانت، طبخه الاسبان هيدي. ايه. البايلا. قلينا البصل، قلينا الجزر شوي. من بعد ما تقلوا زدنا عليه، انا ما بعرف اذا في حدا بيستعمل الارض الشوكي، قلت لك كثير بحبها بالطبخ. الارض الشوكي اللوبي زدت عليها. زدنا شويه البهارات. هلا رجعنا زدنا الزوم اللي قلنا عنه نحن. هي مثل السوب، كل شيء عندنا كريستاسي، يعني القشور تبع الاسماك او الكراكان مع بصل وجزر. بنزيد له رب البندور على قلب الطنجره، شقفه حامض صغيره تناخذ الحموضه منها. الحر نغليها فتره طويله وبنركبها للطنجره هون. يعني هون اخذنا كل شيء عن جد، فعلا قدرنا نستغله، يعني كله مثل ما قلت، حتى يعني اذا في القشور تبعيتهم قدرنا نستغله من خلال الصوص اللي نحن عصرناها. ورجعنا صفيناها مع للبايلا. يعني هلا انت عم تقول احنا ناطرين الاعشاب لحتى تفتح نفسنا، هذا كله الحديث اللي هلا حكيته ما فتح لنا نفسنا. قد ما فينا عم نفتح نفسنا. ايه اكيد اكيد، خاصه وانه لازم نعمل شيء سبيشل، تكون سبيشل عدل المحطه يعني.
تسلم تسلم. ميرسي ميرسي وسام. هون كمان فاذا يعني هلا عم تقول في وحده بالفرن، في وحده بالفرن قد ايه صار لها بالفرن اللي جوا؟ بدي احط 10 دقائق بالفرن. اوكي جبنا الرز بنحمي الفرن منيح، هي طريقه شوي فرنساويه. اوكي بتعمل الرز بتحطي له الصوصات اللي بدك تعمليها، المرقه اللي بدك تفوتيها مغطيه طبعا بتغطيه لما بيكون معه، عفوا لما بيكون معه هو يعني انت حاطه المول والقراديس كله مع الرز بدك تعطي الحراره للرز كله من جوا. ايه غير انه بقلب الطنجره، بالطنجره ما بتوزع الحراره على الكل، لما تحطيه بترجع بصينيه او بمقليته وبتغطيه وبتفوتيه على الفرن تكون الحراره مدوره على الصينيه من جوا وعاليه عن الغاز، يعني بطلت عم تاخذ حراره من تحت، صارت عم تاخذ حراره من كل الميلات. فالرز بيشرب كل النكهات اللي انت حاططيها بهيدي المقليه او الطنجره اللي حطيتيها بالفرن، وشي لما تاكل لقمه رز كل الطعمات اللي حواليها بس كله موجود فيها، موجوده بقلبها وبنشف الرز، يعني بياخذ طعمه الرز المضبوطه. ومثل ما شفتي نحن عم نشتغل حطيت شويه زبده بقلب من بعد ما قليت انا بالزيت، استعملنا زبده. ليش زبده؟ لانه حط الزيت، لانه ادسم. حط ميزان انا فكري قبل ما نفوت بس نظهر بدي احط ميزان بدي احط ميزان. الزبدة ليه؟ لما تحط الرز وترجع تفوتيه على الفرن بيطلع كل حبة بحبتها والبهارات عليها كل وحدة بحبتها، مش انه مخبوصة ومش عارفين شو بتعمل. مشان هيك الزبدة افضل واحد يحطها مثل ما قلت على مراحل. ايه وخصوصا للرز. ايه هلا هون قلينا شوي، كنا مقلي انا شوية اخطبوط وكلمات. ايه بين نص قلي نص سلق عاملهم، ححطهم بنص المقلية، هو بيطلعوا كثير طيبين. هلا بس نضيف بس نغطيهم بالاخر، نحطهم هلا فوق بنخلطهم ولا بالنص؟ بس اخذ الرز شويه حراره وصار بلش يستوي وخلص. هون السمك الفيليه اللي حكينا عنه، الفيليه اللي عملناه له وحطينا له بهارات مثل مثل السالمون. هيدي حطها مثلا فينا نزين فيها. طيب يلا اجمالا هي الزينه، سو هدول بس بنحطهم من فوق بعدين بنرجع بنغطيها بالالومنيوم فويل. يعني بده بس تفويت بعض على الفرن، يعني عم تزيني انت جاد البايلا. هلا بس نشيل جاد البايلا بتشوفي كيف احط انا الفليفل الملونه. حاستعمل البازيلا والجزر. هون حطينا السمك، بعد عنا شي فرويد مير كله استعملناه هون كله خلصين. ما خلينا شي ما استعملناه. ما استعملته كل شي ما خلينا شي ما رح ناكله هلا نحن. صحتين هلا طب. حتسخن شوي البازيلا وال ايه لحتى نحطهم بعدين على الزينه هون فوق فوق الجات اللي رح يطلع فوق اول صينيه. اوكي هيدا مبدئيا هون ما بقى الزينة. يعني هلا تقريبا صار لها 7 دقائق، بدنا نترك بعد شي 7 دقائق تقريبا بالفرن او 3 دقائق احسن. فوت هيدي كمان شي كم دقيقه نحن عم نزين بنرجع نشيل هذيك. اوكي هون حنولع كرمال نقلي شوي البصل سوري نقلي شوي البازيلا والجزر. البازيلا والجزر اوكي حنصفيهم. يلا نص ثانية وبرجع لعندك. يلا خذ وقتك، انا عم بستمتع هون. خذ وقتك، انا رح اسكب بالصحن. صحيح ما هيك؟ لانه انا وعدت حالي وطبيعي انا بس اوعد حالي ما فيني عيب بزعل يعني. لا ما بدي تزعل رح اليوم. رح قص هيدي هون هيدي الجهه. صحتين عمري. اي رح قص شوي هون وبعدين رح اخذ الفيدومير. اوه هذا شيء كثير طيب هون. هون بعطيك ملعقه هي. انت ما خلص اذا بدك. لا لا بدي اساعدك بعطيك ملعقه. شفتوا كيف عم بغنجني على الاخر؟ اي ولو. اها بدك تلاقي لك شوكي، انا جديد بالاستديو. معلش هلا انا باخذ شوكي ما تعتى الهمي. يلا ها اوبا ما تعتى الهمي ابدا. شو بتحبي فريدة؟ ما حطينا لك شرمس. حط كل شيء بدك اياه ما عندي مشكل. يلا. بس ما تحط مول، بس حط شرمس، حط شامبينيون، حط فيليه، حط سومو، كل شيء بدك اياه. انا غرامي السمك كل شيء له علاقه بالاشياء البحريه، بس المول ما بحبه، ما بحبه تعلق. هلا ما في كتير ناس يمكن بوافقوني، في كتير ناس بيقولوا معقوله، في كتير بيحبوا المول غرامهم، في ناس بينطروا السيزن تبعيت المول وبيقعدوا بيغطسوا لما بيصير السيزن تبعيتها ما بيقعدوا بيتهدوا. كل واحد حسب ذوقه. ايه ابدا انا ما بحب شيء يعلق هيك تحت سناني. وبتعرف انا ما كتير باكل بالعاده ارتيشو مع انه بنعرف قديش هو مفيد. نعم بقى هيك منيح دخلت لنا اياه مع ثمار البحر. بتستعملوه بالطبخات مزبوط مع ثمار البحر كتير منيح لانه حموضته كتير طيبه. فيه شوية حموضة هون، حزيد شوية بازيلا دغري. خد وقتك خلينا انا لانه باكل هلا بلشت اتعرف على عاداتي. انا كثير باكل على مهلي. صحتين سو فيك تخلص طبختك وتبلش طبخة جديدة. انا بكون بعدني عم دوق. حزيد للجزر والبازيلا. حزيد لهم شوية زبدة. هنعملهم صوتي هلا. اوكي يلا صوتي صوتي صوتي
هيدا حبة ليمون كمان ما بنضيع شيء من الطبخ ابدا. برافو عليك، حلو بس واحد يستعمل كل شيء بيكون عنده محضره. هلا حطينا الزبدة مع لاحظت اليوم من كل قلبك عم تعطي الزبدة. شو زبدة؟ ليه من كل قلبك. بتعرف بما انه الملح بايدك حط لي نقطة ملح. يلا ها. اوه عظيم. هيدي رشة ملح. رشة ملح، هيدي حتتظبط مع البرنامج. حطينا زبدة، استعملنا البازيلا. هون جيبهم انا مجمع جاهز صراحة بس بفضل يكونوا فريش عنا. استعملنا زبدة، حطينا جزر، حطينا البازيلا، الملح والبهار الابيض، عم نعطينا شوية حرارة. مش كتير ما هيك؟ شو؟ مش كتير بدهم. لا دقيقتين بس شوي. وهلا هي بتتركها عم تغلي على النار بعدين بتشيلها بتغطيها. فوق حغطيها هلا بالالمنيوم. دغري هلا مباشرة. حغطيها وحفوتها اقل من هديك لانه ما اصلا عندنا بعد يمكن شي اربع خمس دقائق. حفوتها خمس دقائق وشيلها تنعمل. منيح عظيم، نحن اصلا بعد معنا اربع دقائق. نعم. يلا حطفي تحتها ونشيل هديك نزينها من فوق. بدك تغطي هاي بتسحب هيديك ولا من شو بدك العكس؟ بنغطي هي ونسحب. نحن بس عم نسالك مشان كيف طيبتها؟ صحتين. غطيناها بنسكر عليها مضبوط. ما بنخلي بنخلي البخار اللي عم يطلع منها يروح لبرا، بنجرب نضبط البخار تبعها مضبوط، اكيد هي اهم شغله مثل ما فوتناها على الفرن والبخار عم يطلع لبرا. كل شيء فطر عم يطلع منها لازم يضل في قلبها. شو حنعمل هلا؟ حنشيل الفايل الموجوده بالفرن. يلا عنا ثلاث دقائق بدنا نلحق نشوفها وندوقها. يلا حنشيلها ونزينها ونحط لها البازيلا والفليفله. يلا نسحبها. شو لك هيدي؟ خلص ما تعذبي حالي. هلا بنحطها هون. اوبا ها. فوتنا هي على الفرن. يلا ها. شو قولك حتطلع حلوة؟ بدها تطلع حلوة، يعني مش نحن عم مش أنت طبختها ونحن عم مش أنا عم بشرف عليها؟ شوف شو رأيك اليوم فيي أنا وبشرف. أوه ها عظيم. أوه لا شكلها كثير طيب. ريحتها طيبة. بحب المشاهدين إنه ريحة بتشغل. هيدي أنتم ما بتشوفوا، هيدا أنتم ما بتحسوا فيه. هلا بنزينها. فينا ما نكتر يمكن ما يحبوا المازلة. الجزر هيك حتى تكمل القصة كلها. اوكي هيديك هلا ليش هلا بدها تبقى لها شيء تقريبا 15 دقيقة. لا مش هلا بتستوي اقل من 5 دقائق ما هيك؟ هي خليها نحن مش مستعجلين عليها هيدي خلص هيدي لا حطيها وقتها هيديك ما تعتلها. هنا حطينا الفليفلة مثل ما شفتي. هيدي البيلا صارت جاهزة على ذوقك. حط لها شقفتين حامض على جنب. يلا يلا باخر دقيقة ونص بنختم. ها دقيقة ونص بنكون كل بلياتنا على القد الخالصين صارت جاهزة. شو رأيك؟ عظيم عظيم. بقول لكل المشاهدين نصحتين وان شاء الله يكون شيف وسام حتشيت اليوم عجبكم كل شيء تمام. شكرا كثير شيف، نحن بنرجع بنشوفك ان شاء الله بعالم الصباح واهلا وسهلا فيك مره ثانيه باسره عالم الصباح. راح اكيد نودع كل المشاهدين بقيه نهار كثير حلو وين ما كنتوا عم بتابعونا. بكره تمام الساعه 10 بتوقيت بيروت عالم صباح جديد. انا بشوفكم نهار الاحد من فقره. باي باي باي. Try to sleep the time away, I'll wait for you. Hopeless, drifting, try to sleep the time away, I'll wait for you. Tell me when you're coming, if you love me then somewhere, I'll be just about it up there.